في زوايا شوارع تعز يقف علي الشرعبي البائع المتجول متحدياً الظروف القاهرة، متمسكاً بأمل البقاء في سوق يتقلص يوماً بعد يوم. تحت وطأة قرارات السلطة المحلية الجديدة يجد الشرعبي نفسه يتشبث بما تبقى من رأس ماله المتآكل، محاولاً إنقاذ ما يمكن من مخزون الفواكه الذي يمثل مصدر رزق أسرته. يشيلوا البضاعة علينا ويخلوني أنا كل فواكه لا بتاع عشبي يومي تخرب من ساعته، يجوا يشيلوا يعني كل يوم واحد اثنين ثلاثة أربعة من الفرد، يشيلوا منهم 10-15-20 ألف وخرجوهم، يعني نسبب يعني نطالب لنا بأسواق يعني حكومية. وكما الشرعبي واجه العديد من الباعة المتجولين مصيرا مشابها، حيث أفقدتهم القرارات مصادر رزقهم. وفي مواجهة هذا الواقع المرير اجتمعوا في وقفة احتجاجية مطالبين بحقهم في العمل والعيش الكريم، ومنادين بإيجاد حلول تضمن لهم استمرار مهنتهم. في بداية شهر رمضان المبارك الناس دوروا لقمة العيش، نحن نشي نطلب الله، ما حذروناش من قبل، ما قابلناش اندارات، يكذبون يقول لك احنا قابلنا لهم اندارات من قبل 5 أشهر، من قبل 4 أشهر اندارات كاذبة، يجي لك سواق موتور يقول لك يلا ارفع يحتاج ما ياكل، واحنا بشهر رمضان المبارك اقاونا هبوا بضاعتنا، يقولوا يشلوا علي العمال، يشلونا انا، يحبسونا ينكلك ياخذونا بياس، يخرجونا بياس، من اليوم الاول اليوم الثاني بلا سحور، يطرحونا بين الصرحه بين البارد، نحرق امراض، نحن نطالب البديل، نطالب من الجهات المختصه، نطالب من رشاد العليمي، نطالب من نبيل شمسان، افتحوا لنا اسواق بديله حكوميه. في مدينة تعز تتجلى الآراء المتباينة، حيث يتأرجح الرأي العام بين مؤيد لتنظيم الشوارع ومتعاطف مع الباعة المتضررين. يرى المتضامنون مع الباعة أن شهر رمضان بزخمه التجاري كان ينبغي أن يكون فترة لتركهم يحصلون على رزقهم، لا وقتا لتطبيق قرارات قاسية تزيد من معاناة البسطاء الذين عصفت بهم الحرب والأزمات الاقتصادية، وينادون اليوم بضرورة إيجاد حلول فورية لأزمتهم المتفاقمة وتخصيص أماكن وأسواق لهم.